متابعين بتابعوا قناتي لمسه من ايديكي من كل مكان. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض هريسه الشطه، وزي ما احنا عارفين هريسه الشطه دي ليها استخدامات كتيره جدا في الاكل. طبعا بتخلي الاكل طعمه تحفه. طبعا بنتبل بيها السمك المقلي، او بنحطها مع خلطه السمك الصينيه او السنجاري. ممكن كمان نتبل بيها الفراخ السبايسي، لو هنعملها سبايسي ممكن نحط منها برده. طبعا بتتحط مع البتنجان المخلل ده اكيد يعني، او بتتحط على وش البتنجان المقلي. ممكن كمان نحط منها سنه كده على بابا غنوج، وطبعا بتبقى حلوه جدا في المكرونات. يا سلام بقى لما نحطها كمان على على طبق فول، بتبقى حاجه كده تحفه، بتخلي طبق الفول بجد حلو جدا. وممكن نحطها على سلطه الرنجه. يعني من الاخر هرسه الشطه دي مكون مهم جدا في كتير قوي من الاكلات. فيلا بينا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. بس اتمنى الاول اللي مشتركش في قناتي لمسه من ايديكي ينزل يعمل اشتراك دلوقتي حالا، ويفعل الجرس علشان يوصل له كل فيديو جديد بعمله، ويعمل لايك للفيديو عشان اللايكات بتاعتكم دي بتدعمني اكيد. ويلا بينا هنشوف الخطوات مع بعض. ومعانا اول حاجه هنا الفلفل الشطه اللي احنا هنبتدي نشتغل بيه. هنا معانا الطبق فيه نص كيلو من الفلفل الشطه الاحمر، لان هنعمل هريسه شطه حمراء. انا ليه عامله نص كيلو بس، كميه صغيره؟ لان انا هشيل الهريسه دي في الثلاجه، على رف الثلاجه مش في الفريزر. طبعا لو انا هشيلها في الفريزر هعمل كميه اكبر من كده، كيلو ونص 2 كيلو، واخزنهم او اشيلهم في الفريزر في الديب فريزر، فهتقعد معايا فتره طويله. لكن عشان اشيلها على رف الثلاجه من تحت فهعمل كميه صغيره، لان الهريسه دي ما بتقعدش في الثلاجه اكتر من شهر ونص شهرين بالكتير خالص، وبعد كده ممكن تبوظ او يجرى لها اي حاجه. عشان على رف الثلاجه مش محفوظه في الفريزر. طبعا احنا هنحط فيها حاجات تحفظها فعلا لمده طويله، بس برده هي ما بتقعدش في الثلاجه كتير. فهعمل الكميه البسيطه دي علشان استهلاكها هيكون بسرعه، يعني مش هقعد فتره طويله استهلك فيها. اول حاجه هنا معانا الفلفل ده طبعا مغسول، هبتدي اشيل كده الحته الخضراء بتاعته اللي فوق. انا جايبه بس هما دول اللي لسه ما شلتش الحته الخضراء بتاعتهم، تتشال كده. وهنبتدي بقى نقطع. طبعا عشان الفلفل شطه يعني حامي جدا، فلازم نلبس جوانتي، ما ينفعش نمسك بايدينا الشطه واحنا بنقطعها خالص، او احنا بنعمل هريسه الشطه ما ينفعش خالص نمسك بايدينا، لازم نكون لابسين جوانتي علشان بيوجع الايد جدا. ممكن ناخد كده بالكام واحده نقطعهم، وممكن طبعا نمسك واحده واحده نقطعهم. احنا هنقطع بقى كل الكميه اللي معانا دي، وبعد كده هنشوفها بعد لما تتقطع هنعمل فيها ايه، او ايه الخطوه اللي جايه. بس احنا كده بنقطع في اخر فلفلايه، وزي ما احنا شايفين القطاعه بقت حمراء، والجوانتي كمان من الشطه. الكميه كلها اهي معانا في الطبق. هنعمل ايه بقى في الكميه دي كلها؟ وطبعا انا قطعته بالبزر بتاعه، علشان ما ينفعش الفلفل الشطه اللي هيتعمل هريسه يتشال البزر بتاعه، لا بيتقطع بالبزر علشان ده بيديله حموم وكمان طعم حلو قوي. هنبتدي بقى دلوقتي نحطه في الكبه ونفرمه فرم ناعم قوي، وبعد كده هنشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. خلاص هنا بعد لما فرمنا الفلفل بتاعنا الشطه زي ما احنا شايفين فرم ناعم، حطيناه في طاسه وحطيناه على البوتاجاز، وشغلنا البوتاجاز على الهادي كده. عايزه اقول لكم حاجه، ان وانتوا بتفرموا لو الكبه بتاعتكم ليها فتحه من فوق زي بتاعتي، تخلوا بالكم ما تحطوش نفسكم في الحته دي، لان زي الشطه والفلفل الاسمر لما نستنشقه بيحرق جامد وبيخلينا نكح. وبرده بنغسل الادوات اللي احنا استخدمناها، السكينه والقطاعه والكبه والطبق وكله اول باول على طول، علشان ما يلزقش فيها الشطه وتبقى حاميه، وكمان بتعمل صبغه لون. احنا هنبتدي بقى نحط ايه على هريسه الشطه. احنا طبعا ما حطيناش ملح ولا حطينا حاجه عليها وهي بتتضرب. هنبتدي دلوقتي اول حاجه هنحطها بسيط كده من الثوم، يعني قطع صغيره كده من الثوم، حوالي كام فص، لان الكميه عندنا مش كبيره. انت عايزه تزودي الثوم براحتك. طبعا الثوم ده هو طبعا حلو وقيمته الغذائيه وفوائده كتيره قوي. بنحط كمان ملح
وطبعا الثوم والملح يعتبروا مادة حافظة في هريسة الشطة. برضو مش بنملحها قوي، بنحط ملح كده حوالي معلقة ملح بس، لان طبعا الحاجات اللي احنا هنعمل بيها او هنحطها على هريسة الشطة بتكون متملحة او احنا بنزود لها ملح، لكن ما بنحطش هنا ملح كتير. كمان بنحط حوالي اقل شوية من نص كوباية من الزيت. الزيت برضو يعتبر طبعا كلنا عارفين مادة حافظة، يعني احنا حطينا ملح وزيت وثوم على هريسة الشطة، دول يعتبروا مواد حفظ طبيعية بتحفظ الشطة، بس برضو زي ما قلت هي ما بتقعدش في التلاجة كتير، لكن بتقعد في الفريزر زي ما انت عايزة الوقت اللي يعجبك. بنبتدي بقى نقلبها كده على النار شوية حلوين، زي ما احنا شايفين ابتدت اهي هتغلي وانا مغطية النار، هنقلبها شوية حلوين خالص، بعد كده هنشوفها بعد لما تخلص او قبل ما تخلص بشويه هوريكم شكلها بقى عامل ازاي. خلاص كده الهريسه اصبحت عندنا او بقت عندنا جاهزه اهي، اتسبكت خالص، واحنا عايزين نسبكها تسبيكه حلوه على النار ما فيهاش نقطه ميه، ما فيهاش ميه خالص، اتشربت من الميه، كل ده على نار هاديه زي ما اتفقنا. بجد حلوه جدا، ودلوقتي بعد لما خلصت هنطفي عليها البوتاجاز ونسيبها تبرد خالص، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. خلاص الهريسه بتاعتنا اهي خلاص بردت خالص، سبتها لغايه ما تبرد على الاخر، وزي ما احنا شايفين شكلها بامانه تحفه، بجد حلوه جدا. هنبتدي بقى معانا هنا برطمان، اي برطمان عندك طبعا باي حجم، بس يستحسن يكون على قد الكميه اللي انت هتحطي فيها، بس انا دلوقتي بصراحه البرطمان اللي هو على قد الكميه دي محطوط فيه حاجه تانية، فاستخدم البرطمان ده، هو كبير شويه بس هحط فيه. طبعا البرطمان ناشف جدا ما فيهوش ولا نقطه ميه، وده مهم جدا عشان يحافظ على سلامه وصلاحيه الهريسه الشطه معانا. هنبتدي بقى نفضي كده الكميه دي كلها، هنحطها في البرطمان. احنا خلاص هنا حطينا هريسه الشطه كلها، فضيناها في البرطمان بتاعنا وبقت جاهزه كده خلاص. هنغطي بقى البرطمان ونحطها على رف الثلاجه زي ما اتفقنا، بتقعد من شهر ونص لشهرين زي ما قلت. واتمنى الفيديو هنغطيها طبعا دلوقتي كويس، اتمنى النهارده الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو وشير، واتمنى اللي ما اشتركش في قناتي لمسه من ايديك ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد بعمله، واستنوني في وصفه جديده، وباي باي.